بقينا نقصروا ونضحكوا مع الناس الدنيا وما بين. جيت لهم راني في التحسن من الحصه الاولى. انا بديت حسن. حصلنا على نتائج جيده. لا انا ولا غينا الحمد لله. بالنسبة لجمعية شفا كما تعلمون هي جمعية طبية اجتماعية أنشئت سنة 2004 في 19 جانفي 2004. تعمل بخمس لجان: لجنة طبية، لجنة إعلامية، ولجنة رياضية، ولجنة اجتماعية، ولجنة وقائية هي الأخيرة. بالنسبة لنشاطات الجمعية تتركز حول معظمها حول إعادة التأهيل الحركي بالموازاة مع أعمال اللجان اللي كنا تكلمنا عليها. المركز هذا هو الوحيد على المستوى القطر الجزائري أنجز من طرف المجتمع المدني، يعني في إطار نشاطات المجتمع المدني، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي ب 80% وولاية المدية 20%. يستقبل المركز 90 مريض بمعدل 90 مريض يوميا. قاربنا إلى 12,000 مسجل أو منخرط لدى جمعية الشفاء منذ الإنشاء. المريض لما يتقدم إلى الجمعية يكون ملفوق برسالة من عند الطبيب المعالج، راح يفوت على طبيبة المركز لإعادة تشخيص المرض ومن ثم كتابة التوجيهات، إعطاء التوجيهات سواء كان العلاج داخل المركز اللي هو المركز هذا راح يتكفل به الأسيك كما نقوله، أو يوجه إلى إعادة التأهيل عن طريق الماء أو السباحة. بالنسبة للنشاطات الأخرى التي تقوم بها الجمعية وهي الأيام الدراسية اللي هي دراسية طبية جراحية أو تحسيسية. حد الساعة درنا 9 أيام دراسية، يعني بمعدل كل سنة عندنا يوم دراسي. ثم كاين أيام تحسيسية اللي هي لفائدة المواطنين. من جملة الأيام التحسيسية المهمة اللي درنا حول المحفظة، ثقل المحفظة، درنا أيضا حول مرض سبينا بيفيدا، واللي بفضل هذه الأيام الدراسية قدرنا نجيبوا 17 جراح أمريكي لإجراء عملية جراحية على الأطفال الجزائريين. معالجي فيزيائي يعني الوحيد يعني انا هنا في الجمعية، وكذلك معالجين فيزيائيين. لي زادولت عندنا يعني امراض عصبية والكسور، امراض كذلك عظام الكسور وامراض الشلل النصفي وامراض الشلل الكلي، وكذلك عندنا كذلك امراض طب الاطفال متكونة من امراض العجز الحركي المخي اللي هما لي زيام انفيرميتي موتوري سيريبيرال. عندي فيسور على مستوى الجنو، عندي فيسور
فيسير سي لو مينيسك غرات روا اوبيريت عليها لارتروسكوبي كاين تحسن حتى عطوني ارشادات باش نزيد نعاون روحي في الدار عطوني دي موفمون باش نقوم بهم في الدار نزيد نعاون روحي باش نكتيليري الشفاء تاعي ان شاء الله. عندي مشكل تاع ضياعي مرات ملي نحاول لي رجلي قلنا صار لي ضياعي ضياعي ما حبيتش نطلع قلنا لي تعقب الراديو لقاو لي الماء في يدي الداخل بعد الماء شاف هذا تربات لي لحمانة على يدي. عندي اليسكار اليسكار هذه الحصه السادسه في الجمعيه الحمد لله كاين تحسن من الحصه الواحده نديروا حركه تاهيليه وتشوفينا نقصروا ونضحكوا مع الناس دنيا وما بين ما عيبات تبارك الله الله يبارك الله الإنسان من جهة ربي يشهد من جهة رب العالمين الحمد لله الله غير الحمد لله سيعدينا في كل شيء. جيت قبل لهنا الجمعية وجهوني لها ناس وراني جيت لهم وراني في التحكم من الحصة الواحدة عندي ديجا فكرة قالوا لي بلي جمعية شيفا تقدم خدمات أحسن من الخدمة العمومية المزاولة مستشفى مدية جوست قارنتها مع الخواص ستها سي مواشر فرابور الخواص صافي الانسان اي انسان تكون في متناوله هنايا في جمعية الشيفا ماما كيجيو من الله يديرو بتيتي ايشوفمون تاع سامينيت دي مينيت شغل غير بتيت فولي هنايا هما تنديرو لهم حركات شغل تاع لاكوموندير ديبار حركات متخلصة في العمود الفقري على واش يديروا ليديكاسيون واش تقول للطبيبه اورغونتاسيون من عند الميديسان هنا لا بيسي بون بعد ما يدخل المسبح كي اللي يعرف يعوم يسبح كان اللي ما يعرفش يعوم اللي يعرف يعوم وعندهم خدمتهم نورمال نعطيهم غير بروغرام صغير على حساب واش يخدم اما ببلونشا اما على ظهره الدوغ اللي ما يعرفش يعوم في لا بلاج نعلموهم حركات نخدموهم حركات السباحة نعرفو بلي سي سبور كومبلي سبور كومبلي الناجور ولا عطيه من عندو حتى كي يكون مريض واحد يكون عنده العمود الفقري تاعو شغل لامي ديسكال ولا عندو لي ديسك 4-5 ولا كذا تعاونو باش يعاود يريبروني البسمو تاعو الباكومون تاعو هذا هو الاساس تاع السباحة للمريض سيتو اللي عندو العمود الفقري تاعي يعني لاتروس وعندي شويه شغل ليرني دبي دبي ليرني هذا الحمد لله رانا صايبين روحنا هنايا يا قصدنا الجمعيه طبيب جوز على طبيب قبل ما دير اي حاجه جوز على طبيب الطبيب انا صحني في الكار تاعي قال لي لازم لك لابيسين اعاني من الام في الظهر وفي الركبتين و قمت بعدة حصص في التأهيل العضلي وحصلنا على نتائج جيدة خدمات لا بأس عليها تعاني من بعض النقائص وهذه النقائص تتخطى بتكاتف الجهود المواطنين خاش هذه رايحة وجاية يستفاد منها المواطن البسيط على كل حال أقول لهم بارك الله فيكم إن شاء الله بربي نزيدوا حنا نتكاتفوا ونزيدوا نروجوا الجمعية هذه باش نزيدوا نعاونوها أكثر وأكثر الخدمات لاباس والاستقبال لاباس يعني عندهم وين يكون الصباح تكون عندهم وقت الضروره لا شارج وكذا
يعني يسالوا واحد يلزم يستنى واحد حتى يخدم يعني ماذا بيدو كان يعاونوهم يكون عليهم شويه يكون عليهم خطر اكثر. نبني نداء ان شاء الله تكون كذلك بعض الالات اللي ما خصتنا ان شاء الله تلقاها ان شاء الله الناس دعمنا بها باش هكذا نمدوا اعانه كما يلزم الحال والناس ما ديبونسيش دراهم يعني ما تسجلش دراهم باش تروح للولايات الاخرى وكذلك الراحه تاع الوالدين سورتو يعني الاطفال الصغار الفئه هذه قلنا بلي ندوا لها يعني فئه كما يقولوا حساسه ولازم الانسان يكون في قد يعني العمل ديالو. الاشياء اللي راهي تقوم بها الان راح نقدموا ملف لسفاره اليابان لمساعده في شراء بعض العتاد اللي هو جد ضروري ومهم لجمعيه الشفاء اللي تعمل به. كاين ايضا نريد يعني من ضمن العتاد اللي راح نقتنيه هو لوندوشوك. كاين ايضا لا ميكانوغراف هذايا ميكانوثيرابي ليتو ميكانوثيرابي هذه راهي مش موجوده هنا في المدية راح نوليو نديروها هنا في مركز الشفاء. مطالب الجمعيه وهي انه السلطات تنظر الى الجمعيه بعين نقول المساعده هي الاكستنسيون تاع المركز وخاصه عندنا امكانيه لاقامه لابانيوثيرابي اللي هو السباحه في الماء.